السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم التمارين الإضافية من الوحدة 5 التيار والمقاومة، مدونة لفيزياء الإمارات لهذا العام والأعوام الماضية. مذاكرة الفيزياء التراكمية أي كل درس بيومه. مسائل التمارين الإضافية جميلة جدا على كل طالب حلها، لأن فيها أفكار امتحانات. سلكان أسطوانيان لهما نفس الطول ومصنوعان من النحاس والألمنيوم، إذن بيختلفوا بالحرارة النوعية. إذا تدفق بهما التيار نفسه واستخدم فرق الجهد نفسه عبر طوليهما يعطيك معلومتين، فما نسبة نصفي قطريهما؟ استخدمنا قانون أوم، المقاومة تساوي فرق الجهد على التيار. كونه نفس فرق الجهد ونفس التيار، إذن المقاومتين للسلكين هي نفسها. نستخدم معادلة المقاومة، مقاومة النوعية في الطول على المساحة. نحن بدنا نسبة نصفي قطريهما، إذن L نفسه بتروح. شو عندك عامل مشترك؟ الباي مع الباي بيروح، بضل عندك المقاومة النوعية ونصف القطر بهذا الشكل. شو اللي سويته أنا؟ نقلت هذه لهنا وهذه لهنا، صارت بهذا الشكل. هاي النسبة اللي نحنا بدنا إياها، هاي النسبة المطلوبة، فما نسبة نصفي قطريهما؟ هذه جبناها من هذه. شو المطلوب؟ نسبة نصفي القطرين، لذلك رتبناها بهذا الشكل. نجزر الطرفين، بتجيب الحرارة النوعية للنحاس والألمنيوم من الجدول وبتعوض وبتجزر وبتحسب. وفي رعاية الله، ولا تنسونا من الدعاء.